السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا بنات؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. لو دي اول مرة بتشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديدة. بعمل فيديوهات عن العناية بالشعر والبشرة وبعمل ريفيوهات عن منتجات كتير جربتها. النهاردة يا بنات في حلقتنا هعمل لكم ريفيو عن منتجين جربتهم في الفترة الأخيرة، منتجين للبشرة، فلو مهتمين كملوا الفيديو للآخر. اول حاجة يا بنات حابة اكلمكم عنها وهو الغسول ده من فارماسيرز، كلمتكم عنه قبل كده في فيديو روتيني للبشرة، سيب لكم لينك الفيديو في الديسكريبشن علشان لو حابين تشوفوه. وقلت لكم وقتها ان انا لسه بستخدمه اول مرة، ف مستنيه استخدمه شوية وبعدين هعمل لكم ريفيو عنه. انا كده ليا فترة كويسة جدا بستخدمه، فحبيت بقى ان انا اكلمكم عنه واعمل عنه ريفيو. الغسول ده يا بنات رغوي مخصص للبشرة الدهنية، عايزة اقول لكم ان ده من احسن انواع الغسول اللي انا جربتها. مش بينشف البشرة زي باقي انواع الغسول اللي هي المخصصة للبشرة الدهنية، بالعكس بيرطب البشرة وبينظفها كويس جدا، فكان من احسن انواع الغسولات اللي انا جربتها. لاني معظم انواع الغسول اللي هي بتكون البشرة الدهنية بتكون بتنشف البشرة جدا وبتطلع كمان حبوب، ف مش بتعجبني، فبضطر ان انا استخدم انواع غسول تكون للبشرة الجافة او للبشرة العادية. لكن الغسول ده زي ما قلت لكم مش بينشف البشرة، بالعكس بيرطبها وبينظفها حلو جدا، ومع الانتظام عليه هتلاقي ان هو كمان بيشيل اي رؤوس سوداء موجودة في البشرة، يعني بينظف بشرتك تماما من كل حاجة. وبيعالج كمان البشرة الدهنية، بيحسن من افراز الزيوت للبشرة الدهنية، فكان من احسن الحاجات اللي انا استخدمتها في الفترة الاخيرة وفرقت معايا جدا، فحبيت ان انا اكلمكم عنه وانصحكم ان انتوا تجربوه لان هو فعلا هيفرق في بشرتك. هو سعره غالي شوية 150، بس هيقعد معاكي فترة طويلة مش بيخلص بسرعة. زي ما قلت لكم ان هو حلو قوي، النتيجة بتاعته حلوة جدا، فمن الحاجات الحلوة اللي انا جربتها في الفترة الاخيرة واللي انا هستمر عليها. تاني منتج بقى يا بنات حابة أكلمكم عنه هو التونر ده من باي فاز. أول مرة أجرب منتجات باي فاز ومش هتبقى آخر مرة، لأن التونر ده حلو جدا. يعني أنا شفت ريفيوهات عنه كتير، ناس كتير جدا شكرت فيه وقالت إن النتيجة بتاعته حلوة قوي، فأنا اتحمست إن أنا أجربه. اول حاجة عايزة اكلمكم عنها وهو ان حجم العبوة كبير جدا جدا، 500 ملي، يعني دي تقريبا اكبر ازازة تونر شفتها. هيقعد معاكي فترة طويلة جدا جدا جدا، وكمان سعره حلو قوي، يعني هو تقريبا ب90، يعني هو مش هيعدي 100 اصلا. فحاجة بالحجم ده وبالسعر ده وكمان النتيجة بتاعتها حلوة قوي، فده كان من احلى المنتجات اللي انا جربتها بجد واللي انا هستمر عليها، لان فعلا النتيجه بتاعته حلوه قوي. جربت قبل كده انواع تونر كتير كانت بتنشف البشره يا اما بتسيب اثر دهني على البشره، فمحبتهاش، لكن التونر ده خفيف جدا جدا، هينضف بشرتك من غير ما يسيب اي اثر دهني عليها. فعجبني جدا لانه بينضف البشره حلو قوي 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 من غير ما ينشف البشرة ومن غير ما يسيب اي اثر دهني عليها. يعني هو لكل انواع البشرة، لو بشرتك جافة مش هينشف البشرة ومش هيسيب اي اثر دهني زي ما قلت لكم، فحلو جدا ومناسب لكل انواع البشرة. وكمان حجم الازازة كبير جدا جدا، هيقعد معاك فترة طويلة قوي، كمان سعره رخيص، فعجبني جدا فحبيت ان انا اكلمكم عنه. كده يا بنات تكون حلقتنا خلصت، يا رب تكون عجبتكم. زي ما قلت لكم دول اكتر منتجين جربتهم في الفتره الاخيره لبشرتي، والنتيجه بتاعتهم كانت حلوه جدا معايا وفرقوا معايا جدا، فحبيت ان انا اعمل لكم ريفيو عنهم سريعا وانصحكم بيهم. ولو في اي حد جربهم اكتبوا لي رايكم فيهم في الكومنتس وانا هشوفها.
وكده تكون حلقتنا خلصت. متنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو واشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديدة. شكرا.